بركة الله نبدأ وعليه نتوكل. مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير، أجدد لكم التحية، محدثكم سالم الركاض العليلي، وأتواصل معاكم في تغطية هذا السباق في هذا المهرجان السنوي الكبير. أعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة وأحمد بن خلفان بالشاوي رئيس هذا الميدان يعلن عن حركة قوية لشوط آخر يحمل عنوان الجعدان، اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ والجائزة سيارة مقدمة من عبد الله بن نصيب بن قيطة العامري، قدم هذه السيارة تكريما للفائز بالمركز الأول. مشكور يا عبد الله يا بن قيطة العامري على هذه المساهمة السخية. نحن في طريقنا إلى مقدمة الشوط لنعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز الأولى المتقدمة، ونتابع شاهين من افتتح إذاعة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر عاشق منصات التتويج والتكريم أحمد بن سلطان بن رشيد. النقلة التالية على الشكلان اللي يتواجد على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، نقلة تالية على المركز الثالث. هناك أيضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع أيضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. والنقلة الأخرى على خامس المراكز عندنا أيضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بالصقعة. هذه تقريبا الخمسة المراكز الأولى التي تحمل شعار واحد ولون واحد ومالك واحد ومضمر سيطر على الأربع المراكز الأولى. متابعينا الكرام، نحن نتابع هذا الشوط ونتابع هذه التشكيلة والانتشار السريع في هذا الميدان. نعود إلى صلب المعركة وإلى مقدمة الشوط ونتابع شاهين الذي يسيطر على الأجواء، يسيطر على الناموس، يرقص مع زخات المطر التي بدأت تنهمر على ميدان اللبسة. اللهم اجعلها سقيا ورحمة للعباد والبلاد، قولوا آمين يا سامعين. نعود إلى شاهين ونتابع هذا التحدي، ونتابع شاهين وهو أيضا يشق طريقة بكل سلاسة وبكل يعني فن وبكل ذوق إلى مقدمة هذه الأشواط لسمو الشيخ حمدان الأول والثاني والثالث والرابع، المملوكات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد عاشق منصات التتويج، أيضا يتواجد ويشاركنا بأكثر من سلالة وأكثر من شعار وفي هذه المسيرة وفي هذا العطاء الجميل، في هذا الجو الرياضي الجميل، في هذا التجمع الكبير في مهرجان اللبسة الثامن. نرحب أيضا بالجميع، وما زلنا نتابع خط سيرنا وناخذ المركز الرابع شكلان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، نقلة تالية على المركز الخامس. فهناك شاهين أيضا لصاحب السمو الأمير تركي بن محمد آل سعود وسعد بن طالب بن شريم، هما من يتولى عملية التضمير. المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وهكذا انتهينا من ندانا الثاني ونحن نقترب من لوحة الكيلوين و500 متر من بعد هذه اللوحة، خطنا هاي واي إلى المنصة الرئيسية، ما فيه يعني نزول ولا طلوع. نعم، وشاهين قدامهن، شاهين يسيطر على الأمور، شاهين يسيطر على الموقف، ولكن أيضا تبادل من قبل الشعار الواحد، المالك الواحد، المضمر الواحد. نعم، الذي بدأ يغير مركز، يسحب مركز، يدفع بمركز، ياخذ مركز، ينتصر بمركز. هذه من عوايد المضمرين، هذه من طبايع المضمرين، يقيسون نبض رجافهم في هذه المهرجانات، وأيضا يطلعون خبرتهم في التضمير، يشاهدون أيضا هذا العرض الجميل. شاهين الذي ما زال يتسيد ويحق لك أنك تتسيد، لأنك تنحدر من سلالة قوية، تنحدر من سلالة شاهينية. نعم، تحب الناموس، تحب الزعفران، تحب الكاسات، تحب السيارات، خاصة هذه السلالة، ولا نقلل من بقية السلالات، ولكن هذه السلالة تشهد لها الميادين. نعم، سلالة شاهينية تتواجد على المقدمة، وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد مسيطر على الثلاثية، مسيطر على القمة، مسيطر على الموقف بشعارات خطيرة، شعارات سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم.
على مقدمة الشوط على الانتصار الأول. ناخذ المركز الرابع، فهناك شكلان يسمو الشيخ مكتوب الحبداب رائد المقدوم وسعيد بن عبيد الحميري المركز الخامس، فهناك أيضا سراب لصاحب السمو الأمير تركي بن محمد آل سعود، وأيضا سعد بن طالب بن شريم أو راشد بن شريم هو من تولى عملية التضمير. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، ونحن ما زلنا في الإبداع، وما زلنا في الصراع، وما زلنا في المعركة. المعركة هل هناك من خطورة قادمة؟ نحن نراقب. نعم الخطورة تطلع من سراب، الخطورة طالعة من سراب، اللي جاي مسكر 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 تسكير قوي. وانتبه يا بن رشيد، انتبه يا بن رشيد للضيف القادم، للهجمة القادمة من قبل سراب لصاحب السمو الأمير تركي بن محمد آل سعود بن شريم. بدأ يرسل إشارات، إشارات الخطورة. يبوه متعب، أيضا متعب الذي أيضا يرافق أخي سراب في هذه الهجمة، في هذه التحديات. نعم وصل جنبا إلى جنب إلى المركز الثالث والمركز الرابع. أما المركز الأول فهناك شاهين، شاهين حسب الخطورة، شاهين الآن انتبه، انتباه يا شاهين، نقول لك انتبه للمعركة الكبرى. نحن بدينا نقبل على المعركة الكبرى وشوط المعارك، شوط الصراع. نعم شاهين الذي ما زال يدير الشوط إدارة صحيحة وحكيمة إلى المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني هناك شاهين أيضا لنفس المالك، ولكن تدخل بهذا الشعار، الشعار الأخضر، الشعار الملكي، الشعار الذي يعلن وجوده في هذه الميادين ويشاركنا، فنحن نرحب بأجمل ترحيب. ولكن شاهين اللي ما يعني هذا الكلام، شاهين اللي ما يعني هذا الكلام، الآن عزم على المسير، الآن ينفرد كبطير، الآن يسير مع الموكب، الآن يتابع خط سيره. يلا يا بن رشيد، يلا يا بن رشيد، حركة جميلة، هدية، هدية للمشاهدين وللمتابعين ايضا، هدية، حركة جميلة. ايوة اجين، مرة ثانية يا بن رشيد. نعم شكرا، شكرا نقول اهل المضمر احمد بن سلطان بن رشيد. هذا هو شاهين، يقوم راس او ينتهي راس. الف مبروك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وللمرة الثالثة ايضا هني احمد بن سلطان بن رشيد الثاني، والثالث لصاحب السمو الامير تركي بن محمد آل سعود. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ايضا مع المضمر احمد بن سلطان بن رشيد. هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، استمتعنا وياكم في هذا الشوط، والناموس ذهب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس ايضا نكررها للمضمر احمد بن سلطان بن رشيد. حبنا الكريم، مستمعينا الاعزاء، في هذه اللحظات اعود بالميكروفون الى استديو.